السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا اخو مشارف مقطع جديد. مقطعنا اليوم يكون تحدي بولوين. تحدي فلوس مو تحدي بولوين. المهم هذه البالونات تمام. وخر كذا خليهم يشوفوا هذه البالونات بطل. تمام. شو اسمه كل بالونة حاطين فيها مبلغ تمام. وفي بالونة مبلغ وقدره تمام. طبعا والله فعليا انا اللي عبيت البالونات انا وصبري وبرضه مصورنا احمد في من 25 هيله الى 1000 ريال في كل بالونه تمام. ترى شيء رهيب وخطير وفعليا انا متحمس المقطع. هلا والله احمد طبعا طلع معايا في تحدي اللي هو تحدي حق شو اسمه حق الدقه حق قوه الشوت يس حق قوه الشوت. خلينا نبدا. مين اللي بيبدا اول واحد فينا؟ انا يلا. طيب يلا احمد يلا. طبعا الشوت بيكون من هذه المنطقه اللي هي منطقه الدي. كوره بكوره بكوره يس طبعا. يلا 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 يا احمد روح وحش. حلوين حلوين هذه الاولى حقت احمد. دوري انا الحين طبعا بيدي. طيب روح وحش يا رب تجيب واحده فاضيه كذا تمام. طبعا نسيت اقول لكم انه في اربع بالونات فاضيه ما فيها شيء. اللي بتطلع له البالونات الفاضيه دي تمام. الاثنين الثانيين بيتفقوا على عقاب يعاقبوه هو للشخص ده اللي طلعت له بالونه فاضيه تمام. يا سلام ما حد جاب منه من اول مره. خلينا نشوف. يلا احمد الله سلام. خلينا نشوف ايش هذه. لا 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 اوه ماي جاد 500. لا لا مو 500 ولي يا رجل خوفتني والله. والله شفت انا 500 ما فين شكلها فاضيه فاضي. لا 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 هذا نص ريال نص ريال. وري الكاميرا هذا والله حق الشوته والله حمست على الفاضي. يلا اللي بعده. يلا يا ليتس جو يا صبري. هوب اوه حلو لكن ما جبت شيء. حظ اوفى. يلا الله يا سلام. لا لا دقيقة فاضي. وي احمد يا اخي ايش الحظ ده؟ صح طلع للنص بس انا الاغنى فيكم. من البدايه فاضي. طب دقيقه شباب اسمعوا انا قررت انه تمسك الكاميرا ونتفق انا لا انا قررت انه نلغي فكره العقاب. ايش رايكم يا شباب؟ يعني لازم احنا جايين نصور المشكله هو اللي قالها ونستمتع وننبسط مع اخوان بشار. انا ترى ما كنت ادري هو قالها. يا ليل والله حتى نسيت اقول لهم هي قبل المقطع. يلا اصلا عندي ركبت نفسي. الله يستر شباب. ها خلص اتفقنا. ها ايش هو؟ طبعا بعد ما نخلص التحدي ايه تذكر ايش سويت فيني اخر مره انت فزت؟ ها 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 يلا ثلاثه. لا صبري لا 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 بعد التحدي. يلا استنى. لا يا شيخ صبري بالله عليك ما في مسامحة اي شيء. لا اوكي اصلا عادي انا ما ابغى مسامحة. يلا ليتس جو. يلا ليتس جو روح احمد. دور احمد الحين. يا سلام. ريالين احسن من نفس ريالين يعني. كويس مبروك. اول شخص ياخذ ريالين في المحفظه هذا الحين اغنى شخص فينا. لوزين وعصير مبروك احلامه هذا سقف طموحات. اصبر ان شاء الله الالف لي انا باذن الله. طبعا بنشوف اخر المقطع من نجمع اكبر ثروه فينا تمام. يا الله قريب من التسعين. حلو اوكي اللي بعده احمد. يلا يا وحش دار احمد الحين. الله 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 يا احمد شكلها فاضيه. يا رب انها فاضيه. فاضية يا رباه على الظالم. احسن تعال صب. والله لا اوريك اجل توافقوا انت عشان العقاب حقي. تعال تعال بيبطل شغل معانا من البدايه. العقاب تذكر العقاب الاول اللي كنت حتحطه عليك؟ عندي لك اقتراح. امسك الكره واصقعها في وجهك. لا بالسلو موشن برضه نعرضها. تعال هنا فهمت تبقى جالس ادور على فلوس. تعال خلاص بنسوي في عقاب الكرة السلو موشن. يلا ريلاكس يا احمد. اوكي صبر الحين متاهب ومتجهز واحمد هذا الضحيه. بسم الله انا اليوم محظوظ. يلا بسم الله محظوظ. يلا يا رب يطلعوا لك الاثنين. بقيوا
خلاص الحين سويتها بسلو موشن، لكن على فكرة كانت ضربتك ضعيفة فتعاطفت انت مع احمد ترى. لا حسيت بدايتها انا بما اني محظوظ. خلي يطلع لك بالونة فاضية صبري والله. الثلج هناك يلا الثلج هناك. اصلا عادي اخر مقطع يا رب بالونة فاضية. اوكي ولا شيء حلو امسك. اهم شيء مو بالونة فاضية. اوكي يا جماعة الحين صار دوري. بسم الله نص. لا صوت ربع صار ربع الحين. الصوت يطرب يا رجل يا ليل يا اخي. الحظ في البدايه مره سيء. الحظ في البدايه مره سيء لنا كلنا ترى. الحين انا افقر واحد فيهم. الحين معي ربع ريال بس. لا احمد معاه نص. والله وضع مزري مره. يلا يا وحش. الله الله الله. لا 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 لا. او ماي جاد. يا سلام يا سلام. اخيرا اخيره. والله محظوظ والله محظوظ. شكرا والله محظوظ. اصلا عادي اصلا عادي ما رايح لسه باقي ال1000 وباقي 500 وباقي حاجات كثيره. راح وحش. اوه طب خلاص نفقع لك هي. والله جاب لازم تفقع لي هي يعني. طيب اوكي السودة دي يا اخي لا تفقع لي هي. اخاف تكون فاضيه. بسم الله تعال امسك عشان افقعها انا. يلا افقعها. روح. لا ايش بقى هذه حلفه يمين يا عيني. فين راحت؟ في ايوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. العقاب يا رباه الانتقام. اوكي اوكي الحين جيت ملعبي. ما نزل شيء متاكدين؟ الحين جيت ملعبي. دقيقه لا تصرف الحين جيت ملعبي. اوكي احمد تعال 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 تعال. يا واد اصبر. انا اقول لك شيء تحدي الثلج تكون معايا فيها. نعم التحدي حق الثلج بتكون معايا. لا ما ينفع. لا ينفع مو انت تقرر. خلاص تحدي الثلج يا جماعه في اخر مقطع بنكون انا الصبري. لا حول والله العظيم. الفكره يعني جهنميه صراحه. والله شفت كيف الحقت كيف طلع. والله شيء انا برا اهم شيء. انت اصبر ان شاء الله البالونه الاخيره الفاضيه تطلع له. اصلا عادي انا ما ابغى افقع شيء اصلا عادي. ها اوكي باي باي ليتس جو. دور المو صبري. اوكي المو صبري الحين هوب. اوهو برضو المو صبري حظه زي حظي. يلا ليتس جو دوري. يا جماعه الخير دور الحين. بسم الله الله الله. واو 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 تعال تعال. ألف يا جماعة. ألف واحد اثنين. أبلع أنت الثاني. حتى لو أخذت ألف حتى تعاقب. أوه ماي جاد حتى تعاقب. ألف دامك أخذت ألف تعاقب بالثلج الحال. أسمع أخابك تعطيني الألف. أنسى والله أنسوا. اوكي دور أحمد الحين. أوه ماي جاد أوه ماي جاد. ما لحقت أصورها. لا يا الله لا حول يا الله يعني. هذا الحين جالس الحين عندنا يا حرام. روح ارجع بيتك. 500 ونص الحين. 500 ونص انا معي 1000. روح حذلهم فين 1000 اللي معايا. كفو. اوكي دور المصابر الحين حقنا. طبعا خلصنا احنا الحال الحظ حقه خلاص. ها الله 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 اخيرا 100 اخيرا يا ربي. لا شكله 10 كمان. 100 ولا 10؟ لا 100. 101 كويس. 101 ولا 200؟ 101 101 101 يلا جيد. اهم شيء صار ما تعجب ال100. اهم شيء طلع لك شيء. ها اتوقع 5 ريال. 5 ريال. عادي ايزي 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 5 ريال حلوين. حلو نضيفها من ال1000. صار معي كذا 1005 وربع برضه عقاب. دور احمد امسك. اوكي اللي بعده هوب. اوبا الله يا المو صبري. جاي وانا احب اسلم على الست الوالده. امك لو تشوف الفلوس دي في المقطع. والله سويت ريمونتادا على هذا. انا كنت اقل واحد. والله برافو الحين صار صبري المركز الثاني بعدي طبعا. احم تمام. بس لسه الحمد لله يعني كويس. انا اغنى واحد ما عندي عقاب. اهم شيء بس يا رب يطلع لي عقاب. صبري الا تو اكل سلو موشن.
صح اكلت السمك اكلت السمك يا لسه في عقاب رابع يا رب يطلع لك. اوكي اللي بعدي ما جبت ولا شيء. اوكي يا جماعه الخير بالونات مره قلت فخلينا نشوط من منطقه الرزاء. ليتس جو يا مو احمد هوب اوهو يا افقع 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 روح 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 انتقم لنفسك يا رب ولا شيء ولا شيء. ريال يا الله يا المحظوظ يا المحظوظ. اوكي مو صبري الحين ليتس جو يا مو صبري يلا ورينا ايش عندك يا رب عقاب يلا تاخذ العقاب الاخير هوب. اوكي حلو nothing. اوه قريبه 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 مره اصلا عادي اصلا عادي. يلا يا احمد يا اخي الكوره والبولين يبغون وريني يلا ما ادري ليش روح تفضل. اوه والعارضه ترفضك يا وحش العارضه ترفضك يا وحش دوري يلا يا وحش. اوه جيده 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 يا عيني بعد البريك 100 يا ولد لا يا شيخ يخرب يخرب ارجع روس ارجع روس يا واد اعطاك الاحتفاليه كمان ولسه توي بحته بجد صرخ يلا اصلا عاد 20 ريال احسن من عقاب احسن من عقاب. يلا يا احمد دور احمد الحين يا ولد يا ولد نزل شيء نزل شيء كم 50 50 وحش 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 مبروك عليك يا وحش مبروك عليك يا وحش احسن من عقاب برضو حلوين ال 50 فطرنا هذا خلاص اسمع 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 فطور اليوم على على احمد اكثر واحد جاب فلوس لا انا اكثر واحد خلاص خلاص الفطور اليوم عندي ان شاء الله العقاب الحين يطلع لك. طب اسمع 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 دام بقي الحين ثلاث بالونات تمام كل واحد مننا يختار بالونه ويفقعها اوكي طلع شيء او ماي جاد طلع شيء 10 لا لا 10 لا انا افقع لك حتى يمكن يطلع فلوس. طب انا ما اخترت طب انا ما اخترت ذنبك لا لا لا, لا لا خلاص بشار لا تبكي خلاص اسمع 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 لا تبكي اسمع هي 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 سلام 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 يا ليل اختار تشيني من التحدي لا ماني شايلك خلاص اجل في تحدي في عقاب حسوي لك يلا يلا اصلا هذه انا احب العقابات اسمع انا رجل العقابات يلا بعد مناقشات و طبعا خيرنا بشار تاخذ الملعب كذا تعرف تسوينا بالكاس والله ذلوني يا جماعه والله رول تاخذ ملعب رول ايوه او ايه. تاخذ لك بيضه بالبيت كذا لا 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 حاخذ لي حاخذ ملعب الحين دحرج يبغوني اكل بيضانيه وما ادري ايش كان التحدي كمان اللي قبله ما ادري ايش يبغوني اسوي خلاص خليني بدي احرج والله ذلوني يا جماعه. طيب ليتس جو دحرجه ليتس جو بشار بشار والرول بلف الملعب انا التورقد انا خايف لو ياخذ المقطع حقنا الانستغرام ويجلس يتمسخر والله تاخذ لك تنمر يلا ليتس جو بسم الله بسم الله توي اكل ترى الله دقيقه ايش لك الكور بشار يتدحرج انظروا الى الاسطوره يتدحرج مع انه ما التزم بقوانين العقاب لكن نحن سامح خلاص هو المسامح كريم انا فين صرت اعطاك لوب انا فين صرت صرت اوف 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 اوكي يا جماعه الخير اخر مقطع خلاص بيكون كله جلد تمام خلاص الحين العقاب حقي لوحدي بقى العقاب حقي مع ده يلا ليتس جو عقاب المويه باشرافي طبعا باشراف وتصوير ومونتاج اخراج احمد منصف ظبطنا بالثلج يا ساتر لا 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 الثلج هذا رجع علينا الله يستر بسم الله بشويش 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 انا جا كله في ظهري جا كله في ظهري يا رجل هذا كان مقطعنا اليوم ديكم الف الف مشاهده اخوان بشار والله شوف كان تحدي جميل جدا ولولا انك جبته لنفسك من الاول وقلت علي تحدي الثلج ما كان جاك بس احسن انك جربت تحدي الثلج يلا بس كويس اني جربت عشان نلغيه من القناه خلاص ما عاد في تحدي ثلج مره ثانيه وحنبطل شكلها مقاطع بعد كذا على العموم اكتبوا تحت في الكومنتات افكار وحاجات عشان نسويها واكتبوا لنا تحت اذا استمتعتوا في هذا المقطع ولا لا المقاطع اللي راحت لا تنسوا تشوفوها الدائرة اضغط عليها ولا تنسوا تشترك بالقناه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله وهذا المقطع فجوا انشروا كل اصحابكم طبعا كمان. طلعنا اثرياء من ذا المقطع الحمد لله حساباتنا تنسوا تضيفون عليها بننزل فيها اشياء مختلفه كلنا على اليوتيوب في امان الله.